مرحبا، أنا فداء من مطبخ سيدتي. رح نتعلم اليوم طريقة عمل الشوكولاتة المطبوعة اللي بتبقى حبة الشوكولاتة وعليها ألوان ورسومات. نجيب الترانسفير شيت، ورقة الطباعة الخاصة بالشوكولاتة، ومنجيب في الجزء اللي هو الناعم والجزء الخشن، فبنحط الجزء الخشن فوق. في لها قوالب خاصة اللي هي قالب الماجنتيك اسمه، بنركب فيه الورقة اللي هي بنخلي السطح الخشن ينحط لفوق هون، يعني هذا اللي بده يظهر هون هو السطح الخشن حتى تطبع على الشوكولاتة. طبعا بنسكره ونبلش نسكب الشوكولاتة هون. أنا عاملة شوكولاتة محشية كسر بندق. طبعا الشيت لازم أحكي عنها نقطة، إنه الرسمات اللي عليها هي رسمات بزبدة الكاكاو ملونة، والألوان هي ألوان غذائية صحية، يعني مش ألوان حبر ما بتأذي الصحة أبدا. وبندقه حتى تطلع فقاعات الهواء، وبنحطه بالثلاجة حتى يبرد. إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، جربوها وأعطونا رأيكم على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام.